أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ثنايا الخبر، والتي نتناول فيها قضية مقتل 11 مقاتلا من الجبهة الوطنية للتحرير في تسلل لقوات نظام على نقاط تابعة لهم في ريف حماة، والتصعيد الأخير من قبل النظام الذي تشهده المنطقة، حيث أفاد مراسل حلب اليوم بأن 11 عنصرا من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني قتلوا نتيجة تسلل قوات نظام على إحدى نقاط تمركزهم في بلدة العنكاوي بريف حماة الغربي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في هجوم هو الأكبر تجاه مناطق المعارضة في الشمال السوري منذ مطلع العام الحالي، قتل عدد من مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني السوري برصاص مجموعة من القوات الروسية الخاصة. العملية وفق مراسل حلب اليوم تمت أثناء محاولة تسلل للقوات الروسية برفقة قوات نظام من قرية العمقية إلى نقاط التماس في بلدة العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الغربي. القوات الروسية استخدمت في الهجوم مناظير ليلية وقناصات حرارية وكواتم للصوت لتندلع إثر ذلك اشتباكات بين الطرفين لوقت قصير قبل أن تنسحب المجموعة المتسللة بعد مؤازرة لعناصر الجبهة الوطنية من النقاط العسكرية المجاورة. هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه تجاه مناطق خفض التصعيد بريفي حماة وإدلب، فقد سبقه قصف جوي روسي على معسكر تدريب لفيلق الشام غرب إدلب تشرين الأول الماضي راح ضحيته عشرات المقاتلين. القوات الخاصة الروسية برفقة قوات النظام هاجمت أيضاً في حزيران الماضي فصيل صقور الشام بحرش بينين بريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية في نيسان الماضي مقاتلين من جيش الناصر في بلدة العنكاوي. وفي وقت تستمر فيه الخروقات من قبل قوات النظام وحليفيه الروسي والإيراني لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في آذار من العام الماضي بموسكو، يبقى مصير المنطقة معلقاً في ظل التفاهمات الروسية التركية. وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي السيد طه عودة أوغلو محلل سياسي تركي من إسطنبول، والسيد عبد الكريم العمر ناشط سياسي من إدلب، والنقيب ناجي مصطفى الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. سيادة النقيب دعني أبدأ معك، حبذا لو تحدثنا بداية عن العملية التي أفضت لمقتل 11 عنصرا من الجبهة الوطنية للتحرير في ريف حماة. تحية لك وضيفك الكرام. تحية لك. طبعا الرحمة للشهداء الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عندهم من الشهداء. في محاولة لقوات الخاصة الروسية وقوات الاحتلال الروسي للتسلل على محور العنقاوي مستخدمة بعض الأسلحة المتطورة ولجستة الرؤية المتطورة والكواتم الصوت، قامت بالاشتباك مع مجموعات من الجبهة الوطنية ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر قواتنا على هذا المحور، وتم مؤازرة هذه المجموعات المتواجدة من قبل فصائل الجبهة الوطنية على هذا المحور، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعة وانسحاب هذه المجموعة دون أن تحقق أي تقدم على هذا المحور. نعم سيادة النقيب، يعني المجموعة المتقدمة هي مجموعة روسية وليست مجموعة تابعة لقوات النظام. بالتأكيد هي مجموعة من القوات الخاصة الروسية، ولكن نحن نعلم روايات النظام وعصابات الأسد الكاذبة والمخادعة دائما على شاشات الإعلام للتضليل حول هذه العمليات التي تقوم بها القوات الخاصة الروسية التي هي مدربة تدريبا نوعيا وتدريبا عاليا ومزودة بأجهزة متطورة. يعني هل هذه العملية الأولى من نوعها التي تقوم بها قوات خاصة روسية، أم إن عمليات أخرى قد حصلت سابقا من هذا النوع؟ طبعا سابقا قد حصلت أكثر من عملية للقوات الخاصة الروسية وتم إفشال جميع هذه المحاولات. تمت عملية سابقا على محاور ريف إدلب الشرقي مع فصيل من الجبهة الوطنية هو فصيل صقور الشام، وأدى أيضا لوقوع خسائر في صفوف القوات الخاصة الروسية، وبعد في عملية سابقة أيضا تم قتل عنصرين للقوات الخاصة الروسية على أحد المحاور من قبل فصائل الجبهة الوطنية للتحرير. نعم، وفي هذه العملية لم يتم مقتل أو إصابة أي عنصر من المجموعة الروسية؟
طبعا ضمن الاشتباك تم وقوع جرحى او اصابات في صفوف المجموعات القوات الخاصه، ولكن هناك تكتيم اعلامي ومن قبل القوات الاحتلال الروسي وجزء عصابات اسد الارهابيه. نعم، انتقل لضيفي من ادلب السيد عبد الكريم العمر، اهلا وسهلا بك مجددا. عبد الكريم، ما هو سبب التصعيد من قبل قوات النظام و الداعم الروسي؟ يعني كما ذكر سيادة النقيب، مجموعة مدربة روسية، مجموعة خاصة، قامت بتسلل إلى المناطق الخاضعة أو المناطق المحررة. يترافق هذا الأمر مع قصف مكثف نشاهده على المناطق القريبة من جبهة، إن كان في ريف إدلب أو في ريف اللاذقية. ما هو السبب من وراء هذا التصعيد؟ مساء الخير لك وتحياتي لك ولضيوفك الكرام، تحية لك. والرحمة لشهداء الجبهة الوطنية للتحرير، شهداء الثورة وكل شهداء الثورة السورية. طبعا التصعيد الذي يجري اليوم أو خلال هذه الفترة من قبل قوات النظام والداعم الروسي وحتى الميليشيات الإيرانية ليس جديدا. أساسا التصعيد لم يتوقف منذ توقيع اتفاق 5 آذار بين الروس والأتراك، ودائما هناك يعني استماتة من قبل النظام ومن قبل الروس ومن قبل كل حلفائه على الأرض دائما بارتكاب المزيد من المجازر، المزيد من الدم، وأيضا الطموح بالسيطرة على أكبر مناطق يعني ممكن أن يصل إليها. لذلك هذا التصعيد أساسا لم يتوقف، يعني لم يلتزم النظام. هذا إن دل على شيء يدل على أن النظام السوري لا يلتزم باتفاق ولا بهدنة ولا بأي شيء آخر، وبالتالي النظام السوري وحلفائه الروس يعني دائما هناك محاولات. الطيران الروسي أساسا لا يتوقف، طيران استطلاع، طيران الحرب يوميا، هناك طلعات جوية حتى لو لم يكن يحصل هناك قصف. أيضا المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة النظام، إن كان في جبل الزاوية أو إن كان في ريف اللاذقية، هناك دائما قصف مدفعي وقصف صاروخ تعرض له تلك المناطق، بالإضافة إلى محاولات التسلل التي تقوم بها قوات الاحتلال الروسي. وما حدث اليوم عندما قامت قوات فاغنر الروسية بأسلحة وكواتم وقناصات بارتكاب تلك المجزرة بحق، يعني ما زال النظام يضع نصب عينه هدف استعادة هذه المناطق، لا يثنيه عن ذلك أي اتفاق أو أي وعود أو أي عهود. نعم عزيزي، النظام السوري أساسا وهذا معروف لدى قوى المعارضة وحتى لدى الجانب التركي، أن يعني اليوم من قام بهذه المجزرة ليست قوات النظام، إنما قوات الاحتلال الروسي التي هي جزء من اتفاق أستانا، من اتفاق سوتشي، نعم. من بيان جنيف، ومن اتفاق 5 آذار مع الأتراك. هي هذه رسالة إلى قوى المعارضة السورية وإلى الجانب التركي، أننا لن نلتزم بأي هدنة وبأي نعم. اتفاق وبأي بيان. وهذا دليل على الـ 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 يعني الـ 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 الرغبة الروسية بارتكاب المزيد من القتل، المزيد من الدم، المزيد من السيطرة. وبالتالي هنا يجب أن تكون رسالة، ما هو رد الفعل الجانب التركي وما هو رد المعارضة السورية عندما تقدم روسيا اليوم القوات الروسية أو قوات الاحتلال الروسي على ارتكاب هذه المجزرة بحق مقاتلين. عدا ذلك قبل شهرين كان هناك مجزرة بحق عناصر من فيلق الشام، أكثر من 100 شهيد وجريح. إذن هي رسالة روسية أننا لن نلتزم بأي اتفاق وبأي هدنة، وأن نعم. يعني المعركة مستمرة، نعم. وما طيب. يحصل من اتفاقيات مجرد حبر على الورق. نعم، سيد طه، بالانتقال لك، يعني هذا التصعيد الذي تكلمنا عنه يترافق مع حشود عسكرية تركية مكثفة تتجه باتجاه المناطق المحررة، باتجاه جبل الزاوية على وجه الخصوص إذا أردنا التحديد. هل تتوقع تركيا هجوم روسي مرتقب، لذلك تقوم بالتحشيد في هذه المنطقة وباستباق الأحداث؟ نعتقد أن مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. يعني من دراستك أعتقد التعزيزات العسكرية التركية الأخيرة في إدلب والتواجد هو التواجد هو المواجه، أي تدخل أو عملية من قبل قوات النظام أو حتى من الروس، وأيضا التعزيزات في جبل الزاوية، كلها هي إشارات واضحة إلى أن أنقرة هي تخشى أن تكون هناك محاولات من قبل النظام لاقتحام أو قدم مساحات كبيرة من الأراضي. وأعتقد هذه التعزيزات التي
انتشرت بشكل كبير خلال الايام الاخيره الماضيه هي اشاره واضحه للنظام وحليفه ايضا الروسي بان انقره هي سوف تستمر يعني في حمايه ادلب وعدم يعني شن عمليه على هذه المدينه، ويعني كل هذه الامور هي توحي بهذا الامر. ولكن كما تابعنا ايضا خلال الاسابيع الاخيره الماضيه كان هناك تطورات كما تابعنا في عين عيسى وهناك اشتباكات، وحتى هذه اللحظه ما زالت نقطه متواصله يعني هي توجه رسائل ان كانت في الروس ما يتعلق بالتفاهمات التي اقامتها مع روسيا فيما يتعلق بموضوع الاحداث الكرديه، وايضا هي لم تنسى او لم تخسر موضوع ادلب الذي حتى هذه اللحظه النظام زال يعني يصوت كل انظاره الى تلك المنطقه ويراها بانها هي نقطه مهمه للسيطره بشكل كامل على الاراضي او على الارض داخل سوريا. ولكن تركيا واضحه تماما هي فيما يتعلق بتفاهمات سوتشي لم تخرق هذه التفاهمات مع روسيا، ولكن نلاحظ ان الطرف الاخر ان كان النظام او حتى روسيا هي التي خرقت هذه التفاهمات والاتفاقيات التي ابرمت مع نعم. يعني سيد طه تتوقع ان هذا الخرق هو فقط لارسال رسائل ام ان بالفعل كما ذكر السيد عبد الكريم الروسي أو نظام الأسد يريد أن يجتاح هذه المنطقة ويسيطر عليها عسكريا؟ يعني من دون شك أعتقد يعني هذا واضح جدا كان من قبل قوات النظام، النظام هو منزعج تماما ومن أي تفاهمات وأي اتفاقيات مع تركيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع ادلب. ولكن يعني اذا تابعنا خلال الايام الاخيره الماضيه التعزيزات العسكريه القويه جدا وكبيره من قبل القوات التركيه وقوات المعارضه في جبل الزاويه في تلك المناطق يعني المحاذيه لادلب هي اشاره واضحه بان انقره هي يعني لن تسمح للنظام بقلب موازين القوى في تلك المنطقه، خاصه ان انقره يعني هي كما ذكرت لك اجرت او ابرمت تفاهمات مع الروس حيال هذا الموضوع خلال يعني الفتره الاخيره الماضيه. طيب اسمح لي سيد طه مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل، ماذا وراء تصعيد النظام على المناطق المحررة في إدلب وهل هناك معركة قريبة؟ ما بين التراث والثوابت، وما بين الحداثة والواقع، ما بين ثبوت النص وتعدد قراءاته وشروحه، وما بين العقل والمادة. في عصر التحديات الأكثر اتساعاً يخوض المسلمون اليوم معركة الوعي والفكر. في برنامجنا الإسلام والعصر معي أنا محمد سرحيل نطرح أسئلة العصر الكبرى عن الإسلام وإشكاليته في نظر الآخر. نناقش العديد من القضايا المستجدة بلسان العصر ومقاصد الشريعة. بين تحد وإصرار يشق طلابنا طريقهم نحو مستقبل أفضل، سنكون بينهم نسلط الضوء على نشاطاتهم وإبداعاتهم وقصص نجاحهم. مواضيع عدة نضيء عليها أسبوعيا في برنامج كراسات، فكونوا معنا ومعهم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقة من ثنايا الخبر نتناول فيها قضية مقتل 11 مقاتلا من الجبهة الوطنية للتحرير في تسلل لقوات النظام على نقاط تابعة لهم في ريف حماة والتصعيد الأخير من قبل النظام الذي تشهده المنطقة. مرة أخرى أرحب بضيوفي السيد طه عودي أغلو محلل سياسي تركي من إسطنبول والسيد عبد الكريم العمر ناشط سياسي من إدلب والنقيب ناجي مصطفى الناطق باسم
الجبهة الوطنية للتحرير. نقيب ناجي، دعني أبدأ معك، ما هو رد فصائل المعارضة على التصعيد من قبل قوات النظام، إن كان هذه العملية التي تحدثنا عنها أو التصعيد الذي تشهده المنطقة من قصف طيران وقصف مدفعي، هل ما زالت فصائل المعارضة ملتزمة بالاتفاق الأخير التركي الروسي حول هذه المنطقة؟ طبعا فصائل الثورة السورية والفصائل الثورية تقوم بالرد الفوري على كافة الخروقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الروسي وأيضا العصابات الأسدية وميليشيات الطائفية الإيرانية من عمليات قصف من الطيران وقصف المدفعي، إضافة إلى محاولات التسلل، ودائما تكون هناك عمليات الرد باستهداف المواقع العسكرية لتلك العصابات وتلك الميليشيات الطائفية المتواجدة في المناطق وحدود التماس والمواقع العسكرية الهامة والاستراتيجية والرئيسية التي تتواجد فيها تلك القوات المعادية. وهذه العملية سيكون بالتأكيد لنا رد عليها، وسيكون للأخوة العسكريين والمختصين في والقادة العسكريين في غرفة العمليات وعمليات الجبهة الوطنية سيتخذون إجراءات مناسبة للرد على تلك على هذه العملية إن شاء الله. نعم، لكن هذا لا يعني أنكم يعني غير ملتزمين بالاتفاق، ما زلتم ملتزمين بالاتفاق كفصائل المعارضة. اليوم عصابات الأسد وقوات احتلال روسي منذ توقيع هذا الاتفاق وهي تقوم بخرق هذا الاتفاق، ونحن نقوم بالرد على هذه الخروقات بشكل دائم وبشكل مستمر. شكرا لك سيادة النقيب ناجي مصطفى الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، سوف يغادرنا سيادة النقيب. انتقل لك سيد عبد الكريم، يعني يقول البعض لو كانت روسيا تريد أن تصعد أو أن تفتح عملية عسكرية أو اجتياح عسكري كبير باتجاه إدلب كانت استغلت الفراغ السياسي أو شبه الفراغ السياسي الذي حصل في البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية، أما الآن وبعد أن يعني عادت الأمور إلى طبيعتها وإلى مجراها في البيت الأبيض لن يكون هذا الظرف مواتيا لروسيا لأن تتقدم. نعم، لا شك لو يعني لو أن روسيا كانت تريد يعني أو كان لديها الرغبة في عمل عسكري ما على مناطق جبل الزاوية أو على إدلب لاستغلت الوضع اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو الانتخابات الأمريكية بشكل عام بغض النظر عما حصل قبل أيام في الكونغرس الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أنها أن ذلك ليس موجودا لديها أو في نيتها، يعني أنه محاولات اجتياح أو عمل ما. بالتالي يعني ما حدث اليوم أو ما حدث من خلال قصف الطيران لمعسكر لمقاتلي المعارضة قبل شهرين، يعني هذا دليل أن روسيا لا تلتزم باتفاق ولا ببيان ولا بأي ولا يوجد ما يمنعها عن ذلك، يعني لا اتفاق خمسي آذار ولا سوتشي ولا أستانا ولا اللجنة الدستوري ولا كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تلجم الروس أو تمنعها عن ارتكاب المزيد من المجازر، عن ارتكاب المزيد من يعني من 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 محاولات طبعا الاجتياح والسيطرة على مناطق جديدة. بغض النظر عن تواجد فصائل المعارضة السورية وقوى الثورة العسكرية على تلك المناطق ويعني وعلى نقاط الرباط، بغض النظر أيضا عن التواجد التركي العسكري الكثيف الذي يعني بنى جدارا فولاذيا من ريف حلب الغربي إلى جبال الساحل مرورا بإدلب، لكن لا يعني ذلك أن روسيا ليست لا تفكر بعمل عسكري أو يجب أن يكون لا يعني يجب أن يكون لدى القوات المعارضة ولدى الجانب التركي دائما على الاستعداد التام، ربما لأن روسيا يعني كما ذكرت لا تلتزم باتفاق أو بيان وربما تقوم بعدوان في أي لحظة، وبالتالي انتشار القوات التركية كما ذكرت العدة والعتاد التركي الموجود في إدلب يعني قد يمنع حدوث أي اجتياح، ولكن هذا لا يلغي الرغبة الروسية، وبالتالي أنا أرى أن المنطقة يعني ربما مقدمة على احتمالات كثيرة بغض النظر عن التزام الجانب المعارض والجانب التركي من خلال تصريحات أن الجميع ملتزم باتفاق خمسي آذار، لكن النظام متعطش للدماء والروس والإيرانيين، وكان هناك يعني معلومات منذ يومين بأن القوات النظام نقلت من الفوج 90 بالجولان المحتل قوات إلى أطراف إدلب، يعني يجب أن تأخذ المعارضة السورية على محمل جد كذلك الجانب التركي التهديدات. هذا هو السؤال، يعني سيد عبد الكريم كل هذه التطورات وكل هذا التصعيد ألا يثير حفيظة الأتراك؟
وربما أستاذ أن الجانب الروسي يعني ربما مزعوج كثيرا، أو ربما يعني من خلال الانكسار الذي حصل له في أذربيجان في كرباخ على يد قوات مدعومة من تركيا، أيضا ما حصل في ليبيا، لذلك تحاول أن تعوض هذا يعني الانكسار في إدلب بحكم تشابك الملفات، ترابطها ما بين سوريا وما بين ليبيا وأذربيجان، اللاعبين، القوى الموجودة. ف يعني روسيا دائما تحاول أن يعني ترتكب المزيد من أعمال العنف والمجازر. الجانب التركي طبعا يجب أن يأخذ على محمل جد، الجانب التركي يجب أن يعلم علم اليقين، القيادة التركية، الإعلام التركي، الجيش التركي والدولة التركية، أن روسيا طرف عدو لتركيا، وهذا موضوع تاريخي وليس حديث، وبالتالي لا يمكن هذه الفترة التي مرت بها العلاقات الروسية التركية ما بعد إسقاط الطائرة التركية في الساحل، عفوا الروسية في الساحل من قبل الجيش التركي، أن يعني مرحلة شهر العسل هذه قد تنتهي بأي لحظة. الجانب التركي يجب أن يأخذ هذه التهديدات، ويجب أن يعلم الجانب التركي أن استهداف قوات المعارضة السورية إن كان بغارات طيران وإن كان ما حصل اليوم هو استهداف مباشر لتركيا، لأن هذه القوات بالنهاية هي قوات مدعومة من الجانب التركي، ولذلك على الجانب التركي أن يأخذ على محمل الجد، وأن يكون الرد على الطرف الروسي بمقدار الإجرام الذي حصل من الجانب الروسي. سيد طه، كنت قبل قليل تتحدث عن عين عيسى وعن شرق الفرات، هل تعتقد أن لما يجري اليوم في إدلب تأثيرا، أو أن ما جرى في شرق الفرات وفي عين عيسى تحديدا أثر على الوضع في إدلب وزاد من التوتر بين الطرفين الروسي والتركي أقصد؟ يعني انا تصوري يعني موضوع ادب، وخاصه تقريبا يعني منذ تقريبا 9 اشهر يعني قبل موضوع عين عيسى، لاحظنا ان هناك حركه او حراك تركي عسكري فيما يتعلق بتعزيز القواعد العسكريه، انسحاب النقاط وعودتها الى منطقه يعني جبل الزاويه، وكلها هذه يعني الامور كانت هناك الاتراك اولوا اهميه كبيره لجبل الزاويه وخاصه ومحيط الطريق الدولي، وايضا كانت هناك ما يتعلق بتاهيل قوات المعارضه، خاصه ان الفتره او الاشهر الاخيره الماضيه كانت موضوع كورونا، اذا اعتقد ان كان التركيز على هذا الموضوع. اذا تابعنا موضوع عين عيسى، نعم كانت هناك بعض الهجمات والعمليات التي شنها او شنتها قوات المعارضه، لكن لم نلاحظ ان تدخل القوات من الجيش التركي. انقره تعلم تماما بان اي تطور واي سخط من قبل روسيا سوف يكون انعكاسه بشكل كبير على ادلب، وهذا ما تابعناه خلال الفتره الاخيره الماضيه من قبل قوات النظام لمحاوله لشن عمليه في ادلب. اذا لاحظنا ان التركيز قبل عن عيسى التركيز كان على ادلب وعلى تلك المناطق من خلال يعني ارسال يعني 5 ارسال عسكريه الى تلك المنطقه كما ذكرت لك في البدايه. تعزيزات، هذه التعزيزات هي قتاليه بالدرجه الاولى وللمواجهه لاي تدخل من قبل قوات النظام في المنطقه. أشكرك جزيل الشكر السيد طه عودة أغلو، محلل سياسي تركي، حدثتنا من اسطنبول. كما أشكر ضيفي السيد عبد الكريم العمر، ناشط سياسي كان معنا من إدلب، وكان معنا أيضا سيادة النقيب ناجي مصطفى الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير. شكرا لكم ضيوفي جميعا، وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر، والتي تناولنا فيها تصعيد النظام الأخير على المناطق المحررة في الشمال السوري. شكرا لكم وإلى اللقاء.